لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. النهاردة إن شاء الله هنعمل جزامة عبارة عن أربع أرفف للجزم على باب الشقة. المقاسات بتاعتنا أربع قطع كونتر 60 × 13، 60 طول في عرض 13، وحتتين موسكي 60 × 5، وحتتين 120 × 5. هنبتدي نجمع مع بعضنا أول حاجة 60 × 5 مع 120 × 5. هنعمل زي برواز، بعد كده نبتدي نجمع عليه. هي فكرة بسيطة ولكن ما بتاخدش مكان وبتشيل عدد من الأحذية. Thank you.
Thank you.
ودوت منظر جزامة الأحاسيسية بعد ما خلصت الإقلاع زي ما انتم شايفين، مش واخدة أي مكان، هي كلها على بعضها كده. المكان بتاعها حوالي 15 سنتي بالكتير. وعملت لها هنا نظام بلتكانه علشان طبعا المنظر بتاع الأحذية يبقى فيه ستارة مدارية، يبقى المنظر كويس. بتحط هنا نظام فازات للزرع، فازات زرع. هنبتدي نركب الستارة وأوريها لكم بعد تركيب الستارة. وده منظرها بعد تركيب الستارة يا جماعة. وبكده يا جماعة نكون احنا خلصنا الجزامة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين منظرها جميل ومش متكلفة حاجة، كل التكلفة بسيطة ومش واخدة حيز ولا حاجة جنب الباب اهو، مش واخدة حيز جنب الباب ولا حاجة. وبكده نكون خلصنا الفيديو. واذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.